مين الفريق اللي انت كنت متوقع له بدايه احسن من كده في الدوري وما حصلش؟ بيراميدز كنت شايف ان هو ممكن يبدا احسن من كده. طبيعي انت ناهي تاني دوري مباراتين اتعادلتهم، طبيعي تبدا بشكل اقوى من كده. الاسماعيلي مع الصفقات اللي جابوها، انا شايف ان عندهم صفقات كويسه جدا. الموسم اللي فات كنت بتعاني في بدايته، فلازم تتعلم من الدرس. تفتكر جريدو هيكمل مع الاسماعيلي؟ ما اعتقدش. لا مش هيكمل. خد بقى مني عشان كده خلاص انا هسال الاسئله ديت ليك انت. عشان مش هيكمل. مش هيكمل صعب. لحد امتى؟ صعب يعني قدامه كم مباراه؟ لا هو دلوقتي الاسماعيلي خسر مباراتين. لو حصل اي اخفاق تاني ممكن يمشي. اخفاق واحد؟ اخفاق او اتنين ممكن حسب الوقت. طب ممكن اسالك سؤال؟ لو انت اداره النادي الاسماعيلي وكان المهندس يحيى القومي رئيس النادي الاسماعيلي كان واخد قرار وهو بيمضي مع جريدو انه يحط بند في العقد انه لو خسر ثلاث مباريات يمشي، وبعد كده تراجع عن البند دوت ومش موجود في العقد. بس على فرض انه البند ده مش موجود في العقد، بس لو الاسماعيلي خسر ثلاث مباريات ممكن جريدو يمشي، فاحنا بنتكلم في اول مباراه للاسماعيلي بعد التوقف ممكن جريدو يمشي. وارد جدا. وارد. وارد جدا. انت بقى كاداره لو انت عندك النيه دي او ممكن تفكر بالطريقه دي مش كنت تمشيه دلوقتي؟ انت عندك فتره توقف. بص انا طبعا ما اقدرش يعني اعلق على اساتذتي والناس الكبيره اللي هم اداريا، لكن انا بكلمك كلام كوره. كلام كوره. ده حصل كتير قبل كده في مصر. ان حتى التايمنج اللي بيمشي فيه المدرب مش مناسب. يعني انت زي ما انت بتقول كده، لو انا حابب امشي المدرب همشيه في توقيت فيه توقف شهر كامل اقدر اشتغل عليه ويقدر يجي مدرب تاني يقدر يشتغل مع الفريق. لكن خلينا برضو في النهايه كريم، هي فكره ان انا امشي مدرب بعد 3 4 جولات خمس جولات دي كارثه في حد ذاتها. انت جايبه ليه فتره اعداد وجايبه ليه وبيختار لعيبه ليه؟ لا الموضوع انا شايفه مش لطيف يعني، او اداريا كمان مش كويس يعني. فلا الطبيعي ان انت تدي المدرب مساحته، توفر له ادواته، تحكم على التجربه في النهايه. تكيس لما بدا مع دجله كان ماشي في الاول بشكل وحش جدا، والفريق استمر موسم والتاني في الدوري لان هو خلاص المدرب عارف كل خبايا الفرقه. فما ينفعش اجيب مدرب وبعد اسبوع او اتنين او ثلاثه اقول له امشي. ده مش صح. كل الفرق اللي بتعمل كده بتعاني وبتواجه مشاكل طول الموسم وبتقع. الاسماعيلي لازم يتعلم من الدرس. الموسم اللي فات غيرت اجهزه فنيه كتير جدا، عانيت. احنا الموسم اللي فات غيرنا كام ثلاث اجهزه فنيه برضو عانينا. كل الفرق المستقره فنيا بتكمل وبتمشي بشكل كويس، والناس والانديه اللي بتعاني بسبب تغيير مدربين. يعني هي حتى ما اثبتتش نجاح. انت قبل كده قلت لي حتى ديدي تشام لما جيت اتكلمت على التجربه بالزبط. دي النتائج مش كويسه، لكن هم خلاص هم جايبين مشروع بدا بشكل سيء جدا وفي الاخر كده. فالاستقرار الفني نجاح يا كريم. الاستقرار الفني نجاح. فانا كاداره انا فعلا اتعلمت الدرس ده من عندنا من المقاولين، ان انت لازم تدي المدرب مساحته.